والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. واعرفوا إنه الآن الراية اللي احنا بنقوله في القرايدة والله ده راية الشعب السوداني كله. الشعب السوداني قاطبة. وديك دليل بسيط الآن خش لك أقرب جامع ودي كلمتين وارفع يديك لله أدعو على القراي والله الجامع نحن ذول أساء لله وأشرك بالله وادعى الألوهية والربوبية مع الله والله ما نخليهم شما تلعبوا شما تلعبوا وده تضيع البلد دي. نحن بالصبر بنبني بلادنا وبنأسس عقيدتنا وبنحمي حياض بلدنا وبنربي أولادنا على القيم وعلى الأخلاق. انتوا بتعارضوا في دين السودانيين ماتوا فيه ماتوا فيه وورثوه آباء عن الأجداد عن الأجداد وقمنا لقينا قبال ما نعرف كوز وقبال ما عتبت البلد دي تدخل أول كوز نحن كنا مسلمين والشعب السوداني ده مسلم وبيعرف الله وبيعرف الدين وعرفه تماما والله ما في أي علماني عنده موطئ قدم دي بإذن الله في البلد دي تاني. لأنه هسه إحنا في اللحظة دي نشترك مع القرد العليا بالله يا جماعة بالله يا جماعة ديكم مدير المناهج زول بهذا بهذه البلادة والحماقة والغباء والجهل المركب ده مش يعلم اولادنا كاستاذ ده ما بينفع يدرس كتلميذ في الروضه والله مش كاستاذ هو البضع المناهج للاساتذه والموجهين الكبار ومدراء المدارس القاعدين في المهنه دي الشريفه دي 35 سنه رئيسهم فوق قال انا كنت قريب عشان كده بنقول للقراي والجماعه المعاو والشيوعيين والشلليات العلمانيين الدارين يحاربوا كلامنا ده بكلمه انه ديل كيزان نقول لهم دي ما بتمشي تاني لانه بيلقوا الحجج كلام موثق ما جبنا لك حاجه الا بوثيقه الكتب دي جبناها كلها تكلم لك عنها بالوثائق بارقام الصفحات صورناها قدام عرضناها للشعب السوداني وللجماهير لو في اي حاجه غلط في كلامنا ده تعالوا المنهج ده اصلا كل الجغرافيا التاريخ غيره كل القراية خلاصته منه داير اولاد المسلمين في السودان يبقوا جمهوريين وانا بقول لك بصريح العباره لو قابلت الله بعقيده محمود محمد طه عقيده الحزب الجمهوري اللي بتقول الله هو انسان كامل اقسم بالله تمشي جهنم ما تمرق منا ابدا ما منهجنا نحن اطلاقا منهجنا نقول كلمة الحق فيما يجوز لنا وفيما هو مشروع إنه نتكلم عنه لو القراي وجماعته رجال وبيقدر يواجهون اللجون الآن إحنا موجودين في المكان أو في أي منصة من منصات الإعلام أو في أي تلفزيون من التلفزيونات اللي عاجباهم أو في القناة بتاعت سونا نحن جاهزين نناظر القراي وأي جمهوري معاه وأي شيوعي بيطعن في ديننا وبيتكلم عن إسلامنا وعن حرماتنا وعن أخلاقنا نحن جاهزين نناظر والله لو بلغت عمامته عنان السماء نحن جاهزين له زمان لما نقول العلمانية هي الكفر والشيوعية هي الكفر والمدنية لا تعني ضد العسكرية وإنما تعني لا دينية هم كانوا بيغلطون العلمانيين وبيشوه ويفكوا شبهات للمسلمين في السودان لكن الآن أهو دي المدنية أهو دي العلمانية صح ولا ما صح؟ أهو ده الإلحاد أهو ده منهج أحزاب الحرية والتغيير أهو ده في زول بيقدر يتكلم معانا؟ منهجهم إنه يجيبوا صورة لواحد عريان قالوا ده الله واحد عريان وجهاز التناسل ظاهر قالوا ده آدم وقال ما كتبنا الله لكن دي صورة خلق آدم قال لك بيجوز تصور آدم منو؟ آدم ده مع النبي أبوك يا القراي ممكن نجيب صورة كده خيالية له عريان؟ أنت بيه صلاتك دي ممكن نجيبك عريان؟ ها؟
لو لبسناك في نيلة حمالات بتقبل يا مستعبل؟ بتقبل الكلام ده؟ ما عندك موطئ قدم. الناس لما انت جيت ناديت بثورة عشان تخفف صفوف العيش وتوقفها وتجيب البنزين وتجيب الوقود، الناس وقفت معاك. لكن انت لو كنت صريح من اول يوم قلت لهم احنا ما دارين دين، وقلت لهم مدنية دي معناها علمانية ومعناها لا دينية، ما في زول بيقف معاك، ما في زول حيقف معاك. لو نموت بالجوع كلنا ما بنقف معاك، نموت بالجوع كلنا، لأنه ديننا أغلى لنا من الرغيف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أولاً نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق الكبير والوقفة العظيمة من المسلمين جميعاً في بلادنا السودان ضد هذا العدو لله ورسوله وللإسلام المدعو دكتور القراي. ثم ثانيا نشكر الشيخ الدكتور أبو بكر آداب على ما أفاد وقدم، وطبعا ده مجاله وهو خبير في هذا المجال، والحق أنه كان هو يكمل المحاضرة لكن أنا صريت أنه لازم أشارك، وإن كان هو خبير في هذا المجال، وإصراري نصرة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لأن يا جماعة المقام ده الليلة مقام نصرة للإسلام، وما نحن زي ما عودنا البشرية اللي بيسمعوا لنا كلها في العالم كله، السودان وكل دول العالم، ما فارضين نفسنا بديل سياسي، ولا نحن نازلين انتخابات، والأحزاب العلمانية والشيوعية والجمهوريين حرية والتغيير واللي بيسموه أحزاب إسلامية، اطمئنوا نحن ما مزاحمينكم في السياسة، ولا بتلقونا يوم طالبين لنا بمبر معاكم. نحن موضوعنا واحد بس، موضوعنا الدين ده بس، موضوعنا الدين ده، والقراي ده بش الدين بتاعنا. عشان كده أنا صريت أشارك في هذا النجام بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، أول حاجة مواصلة كلام الشيخ الدكتور أبو بكر، هعضد نقاط قالها وأضيف. مواصلة، ليه القراي ده عمل في المناهج وأصر ذاته إنه يمسك المناهج ليه؟ سبب شنو يعني؟ نشوف خلفية كده، نرجع ورا شوية. دين القراي، وأنا بكون صريح معاك برضو زي الشيخ، إنه القراي قرآنكم اللي بتقرون نزل من السماء على الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة الصحيحة والصلاة والإسلام كله بتاعكم ده ما شايله معاه، وأي كلمة بقولها عارض عليها وثائق يمشي أي محل أنا معاه، لو طار السما ده ربنا بيطيرني وراه إن شاء الله. دينكم ده اللي اسمه الإسلام أزول ده ما شايله معاه، والله العظيم جد هو ما شايله معاه. جيب كده مقطع رقم واحد، القراي قال ليه في التلفزيون، تلفزيون السودان، ليه بنقولوا صلاة الجمعة بتاعت المسلمين يعني؟ ليه؟ ده ما فيه تهميش، قال المفروض ينقلوا صلاة الكجور برضو وصلاة النصارى، هو بسميهم مسيحيين وده ما مسيحيين،
لكن شنو عرف الحميرك للجنزبيل؟ قال فيه تهميش، قال للثقافات الأخرى. أول حاجة الإسلام ما ثقافة، عشان تقول النصرانية والكجور ثقافات أخرى باعتبار إنه الإسلام ذاته ثقافة وديك ثقافات أخرى، يا كذاب يا محتال. الإسلام دين نزل من السماء، نزل به الروح الأمين من السماء، 23 سنة بينزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا قال عنه إن الدين عند الله الإسلام. جوا عينك يا قراي. وربنا عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، كجور، نصرانية يا قراي، يهودية، جمهورية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله يحشرك جهنم وما تخرج منها أبدا يا قراي. طيب شغل مقطع رقم واحد نسمعه. هل هو شايل معاكم الموضوع ده؟ ما عنده بغلاغة، أقسم بالله العظيم. شغله جيبه. عشان ينزلوا من مطر موجود في الليل. في تأثير مادة الصحافات هو في تهميش يعني. لكن سبب أن المال الدكتور الراني الزول كان مسيحي مهما عمل أصله مسيح لله. أنا غير أشهد بكلام الناس اللي زعلوا في الليل وما شئنا. أو واحد يتبع بيقول لا أهم شئنا. أنا شئ أنا عطية وإتنال بأمس صلاة بيه من مصر وما شئنا. لكن أنا لو بينفع أنه هو المصادق في الموضوع ممكن يمشي الجنة، ممكن اسمع له زي الزول بسمع له. يعني بتاع الكجور قال لو صادق في عبادته للكجور، لو صدق ممكن يمشي الجنة. انت يا قراي خلي الكجور، الناس كلها عارفة بتاع الكجور كافر والنصراني ابو صليب كافر، ولا ما هو؟ الله قال كده. طبعا ديك ماسكني كفرت النصارى، والنصارى الله قال كفار، انتوا مجانين ولا شنو يا شيوعيين؟ الله قال لقد دي للتحقيق مع التوكيد، لكن انت ما بتفهم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. شابكين كاتبين فقيري يكفر النصارى وكفرهم، وقال ديك في النصارى في جنوب السودان كفار، ودي قال نظرة جهوية. النصارى كفار في الجنوب ولا في الشمال؟ لو في شوف لو في مكة ذاته وما في نصارى، لكن لو في مكة في نصارى كفار. انت مجنون؟ الآية دي نزلت وين؟ ما نزلت هناك. الآية دي ما نزلت في الحجاز. لقد كفر الذين قالوا، نزلت وين؟ يبقى النصراني لو قاعد في مكة والمدينة ذاته كافر. بعدين أنا بقول لك يا قري خلي النصارى والكجور واللي بيعبدوا الكجور، أنت ده وأسماء محمود محمد طه ومحمود ذاته كلهم لو قابلت الله بالعقيده الجمهوريه بتمشي جهنم. خلي الكجور، انت بتلعب علينا ولا شنو؟ ما هو لما اقول لك الكجور لو صدق بخش الجنه، والنصراني الكافر لو صدق بخش الجنه، والله جنه الاطفال ما يخشها. ليه قال كده؟ عشان يحشروا المنهج الجمهوري. المنهج الجمهوري منهج كفري. شابكني قالوا الائمه كفروني، انت الان انا ما قلت انت كافر، لكن المنهج الجمهوري دي جلابيه بقت قدرك بتركب جوا عينك. بقت قدر أسماء محمود محمد طه بتركب جوا عينكم كلكم، عرفتها؟ لأنه المنهج الجمهوري بيقوم كله على إنه الله جل جلاله ما هو إلا إنسان. أي ما هو ده الكتاب، هذا بس سالك. ده اللي كفروا به محمود محمد طه وجابوه في المحكمة وقالوا له ده كتابك أنت قلته وقلته وقلته. صفحة 27 ده الكتاب ذاته، صفحة 27 وحنجيبه لك هناك فوق ده الغلاف وده في الشاشة، صفحة 27 وجيب له صفحة. اسمع الكلام ده كويس. قال وقلب الإنسان الكامل جسده معمور بذكر الله فهو بيت الرب، وهو معمور بذكر الله. أها، لأن الإنسان الكامل هو الله. اللي بيقول كده مسلم ولا كافر؟ كافر.
ولا نقول شنو؟ ورونا نقول شنو؟ نقول كفوري ولا نقول شنو؟ زول قال الله انسان بس كامل. انت قايل لي القراي جاب صوره بتاعت انجلو ذاك، جاب الله بصوره انسان عشان يقرب للتلاميذ المسلمين السودانيين انه الله انسان، هو ده بوديجن في صوره انجلو. قام جابه عشان يأصل عقيده محمود محمد طه اللي بيقول الله انسان. فقام جاب الصوره دي لتلاميذكم عشان التلميذ لما يشوفه كده يقول ايوه، ويقرا كلام محمود محمد طه، يقول محمد طه والله كلامه صح، ولي عديل يا الله. الله انسان وده طفل يا جماعه. وكل مولود يولد على شنو؟ الفطره. والحديث ده لو تاملته بيوريك خطوره القراي والمنصب الماسكه. قال فابواه يهوداني او يمجساني او ينصراني. يعني المولود ده الطفل بتاعك ده ولد ولا بنت، ربنا بيخلقه سليم في دينه على الفطره الصحيحه الاسلام يعني. لكن الناس اللي بيخربوا، واقرب الناس ابوه وامه، سكتوا وديته يقرا منهج القراي ده وما وريته انه الكلام ده بتاع القراي ده كله كفر الكاتبه ده، ولدك بيبقى كافر طوالي، بيبقى محمود محمد طاهر رقم اثنين. المنهج ده اصلا كل الجغرافيا التاريخ غيره كله القراي خلاصته منه داير اولاد المسلمين في السودان يبقوا جمهوريين. وانا بقول لك بصريح العباره، لو قابلت الله بعقيده محمود محمد طه، عقيده الحزب الجمهوري اللي بتقول الله هو انسان كامل، اقسم بالله تمشي جهنم ما تمرق منا ابدا ابدا، ما بتمرق ثاني. ده الدائر القراي من المغررات دي يا اخواننا، الدائر القراي ده. عشان كده اللجنه بتاعتهم دي، ودي الجريده بتاعت الليله الصيحه، الوضع والكتب والكتب، قالوا احنا ما كتبنا الكتاب زي ده. قالوا القراي شالوا مش غيروا تحت الترابيزه، غيروا. عشان كده ده الساوى الان ما في زول بيقدر بسهوله يتحصل لكتاب. انا رسلت اساتذه لحد الديويم محل وضع المناهج بختار رضا، ما قدروا يجروا الشغل ده من خشمة التمساح، لكن ربنا جابوا لنا هو ده. ده الكتب ذاتها بشحمها ولحمها وكفرها ذاتها، ودي ما تدسوا كيف؟ عرفت الكلام ده كيف؟ والله جزاه الله خير، ربنا يخدر ذراعه. طيب جيب مقطع اثنين، انا لسه بس بتلاقى انه القراي ده ما شايل معاكم الموضوع ده نهائي، عشان ما نتعب كثير. احنا من هنا بنتكلم عن منو؟ زول ما عنده اي علاقه بما تعتقدون. والله القراي قال الشريعه الاسلاميه دي ما صالحه لكل زمان ومكان، كان زمان وخلاص يصير ما بتنفع. شغل مقطع اثنين. لكن الشريعه الاسلاميه ما صالحه لكل زمان ومكان. الشريعه الاسلاميه صالحه بس للعقرن السابع الميلادي والقرون الثلاثه مما هي مسلم. يا سلام عليك يا اخي. ها؟ قال ما صالحه لي، بس صالحه للقرون الثلاثه بس، للقرن الفئه والقرون الثلاثه بس، ما صالحه هسه. تعرف الكلام ده يعني شنو؟ طبعا الشريعه الاسلاميه ده الدين كله، قران والسنه، هو يجي يعرفها تعريف من راسه. يقول الشريعه الاسلاميه قال هي التشاريع التي ناسبت القرن السابع الميلادي، رواه منو؟ التعريف ده رواه منو يا اخواننا؟ نجروا كرت، هسه نجروا. يا أخي ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم عليكم ولكم. هنا اللي منو الخطاب؟ مسلمين لحد بتيل يوم القيامة. قال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أمور الدين والدنيا. أمور الدنيا عندكم معروفة، التوحيد أهمها أساس الإسلام، والعبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج والأخلاق وكله موجود. أمور الدنيا كلها الطب كله موجود في القرآن. قال قتادة والسلف أيضا غيره من السلف قال جمع الله الطب كله في نصف آية. وأي طبيب عندك أسأله من النص الآية اللي ذكرها السلف دي، قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
لو زول عمل الثلاث حاجات دي ده بيكون عالج نفسه من الأمراض كلها. تأكل ما تجوع، ناس اللي عندهم مصران وغرحة وما عارف شنو معدة لأنه جعانين، تلقى سوداني مزينة تعبان ما يفطر إلا ساعة ثلاثة وبيفول، يا هو معدته دي بتكون انتهت مرة واحدة. وكلوا تأكل واشربوا ولا تسرفوا، ده يقول لك أكل كثير لحد ما شوف قصة شنو، أو تخن حتى لو ما بيسوي لك الوراثة تخن، يقول لك شنو، يقول لك قص المعدة. الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أي دكتور، دكتور بجد طبيب جد ومنصف، والله يعلم إنه النص آية دي نص آية ما هي كاملة، دي جماعة الطب كله. بعد ذاك في التفاصيل علاج العين، النبي قال الكمأة ماؤها شفاء للعين، قال عليكم بالإسمد المروح عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، العسل شفاء لأي مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر فإنه شفاء لكل داء، وإنها ترم من كل شجر. الحبة السوداء دواء لكل داء، وفي رواية شفاء لكل داء إلا السام. العرانيين جعيانين وعندهم حمى المدينة وتو المدينة، النبي قال لهم أمشوا أشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فشربوا فصحوا وسمنوا. الذبابة لو وقعت في الإناء تغمس زيادة وتمرقة، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. جاءت أثبتته هسي طبيبة ألمانية والجماعة الأنكروه سكتوا، وأنا جايهم محاضرة ما أنا القرايبة، وفي ناس أخطر من القرايب في البلد دي، والقرايب المناسبة هو بليد ما فاهم. القراي قدم خدمة والله للإسلام، لو دفعنا له مليارات الجنيهات ما نقدر نحن نقدم خدمة زي دي، لأنه عر العلمانيين. زمان لما نقول العلمانية هي الكفر والشيوعية هي الكفر، والمدنية لا تعني ضد العسكرية وإنما تعني لا دينية، هم كانوا بيغلطون العلمانيين وبيشوه ويفكوا شبهات للمسلمين في السودان، لكن الآن أهو دي المدنية، أهو دي العلمانية، صح ولا ما صح؟ أهو ده الإلحاد، أهو ده منهج أحزاب الحرية والتغيير. أهو ده في زول بيقدر يتكلم معانا؟ منهجهم إنه يجيبوا صورة لواحد عريان قالوا ده الله، واحد عريان وجهازه التناسلي ظاهر قالوا ده آدم، وقال ما كتبنا الله لكن ده صورة خلق آدم. قال لك بيجوز تصور آدم منو؟ آدم ده مع النبي أبوك يا القراي، ممكن نجيب صورة كده خيالية له عريان؟ أنت بيه صلاتك دي ممكن نجيبك عريان حتى لو لبسناك في نيلة حمالات بتقبل؟ يا مستقبل بتقبل الكلام ده؟ قال بس دي آدم، آدم ده أبو البشر، ده أول نبي، أول نبي يا مجرم يا محتال، أول نبي ربنا نبه إلى أهل الأرض وهو أبونا كلنا، تجي تستهتر به وجايب صورة دي حقت الله؟ وربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ربنا عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال. واصل المقطع هذا؟ اثنين. لكن الشريعة الإسلامية ما صالحة لكل زمان وكلام، الشريعة الإسلامية صالحة بس للعقرن السابع الميلادي والقرون الثلاثة مما هي مثله بتشبه في مستوى التطور، لكن مما البشرية قفزت بعد الحرب العالمية الثانية ما أصبحت القوانين اللي ممكن تحكم البشريه قبلها يمكن ان تحكم. طيب يا جماعه نناقشوا بالعقل، لو اي شيء قديم هو رفض الشريعه لانه قديمه والقرن الكم الميلادي، صحيح ولا ما صحيح؟ لو اي شيء قديم ما نافع، منهج الجمهورين قديم ولا جديد؟ في البلد دي قديم ولا جديد؟ محمود معمطاه قاعد هسه منهج قديم وانت ذاتك قديم، معناته انتم ما نافعين، صح ولا ما صح يا جماعه؟ لكن الفرق انه ذاك دين رب العالمين الخلق العباد ويعلم ما يصلحهم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فنزل لهم ما يناسبهم لانه خلقهم وهو اللي يعلمهم. نعم شغل واصل. لكن الشريعه الاسلاميه ما صالحه لكل زمان وكلام، الشريعه الاسلاميه صالحه بس
للعقرن السابع الميلادي والغرون الثلاثة مما هي مثله اللي بتشبهه في مستوى التطور. لكن مما البشرية جيب رقم ثلاثة ده ردينا عليه. أيوة بيقول إنه الإنسان قرد وقال نحن بنشبه القرود في وجه شبه. طبعا هو بيشبه والله والله هو داعي اللي قدامه لكن احنا ما بنشبه القرود يا اخي. ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم ما بيشبه عليه. اول تقول ايه نبزته بالراحه اول شيء نبز الله يا بصوره قال دي حقه الله ونبز نبي كريم قال دي حقه ادم وداود وغيره صحيح ولا ما صحيح عليهم الصلاه والسلام. دي اول حاجه. ثاني حاجة الزول قال نحن بيتكلم عن نفسه بنشبه القرود. قال أنا لو قلت هو بيشبه قرد يبقى الكلام من عنده ولا من عنده؟ جغل. النظرية العلمية بتاعت التطور ما مجرد الكلام دارهم بيعتبر فيها زي النجم الهادي. لكن علم الحديث بعد الدي ان ايه دخلنا الموضوع التطور ما في جدل. كذاب والله كذاب. ما في واحد من العلماء الكفار ذاتهم الان بايد نظريه داروين بمستندات علميه. حتى الايدوا منهم على قلتهم ردوا عليهم باقي العلماء من الكفر ذاتهم باشياء علميه وحقائق علميه ثابته اثبتوا فشلهم. والوقف التطور شنو؟ لو كان الانسان ده كان حشره وقزره في مستنقع قزر وبقى قرد صغير وبقى غوريلا وغيره وبقى انسان ليه وقف؟ ما كان يتطور يبقى جمل يتطور يبقى زرافه يمشي طوالي صحيح ولا ما صحيح؟ والوقف شنو؟ ما هو متطور براو يبقى ما ممكن يوقف نفسه شنو؟ ويمشي طوالي صحيح ولا ما صحيح يا جماعه؟ والحضر منو؟ ما هو كانوا قرود زمان كلنا قرود الناس الوقت ذاك يعني اجداد 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 اجدادنا كانوا قرود. طيب اتصور يا تقرد اللي كان عنده كاميرا دي حقت ود الناير دي وصور باقي القرود قال ان احنا كنا قرود وجابوهم ليدين. يا اخوانا ده كلام باطل. ربنا ابطله. اللي بيقول الانسان خلق من قرد ده كافر لانه كذب القران. عندك واحد من حلين اما تصدق كلام الله في القران أو تصدق كلام القرود ناس القراي. ما عندك أي حل ثاني. ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان من قرود من سلالة من طين. النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد في المسند بإسناد صحيح قال خلق آدم خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم من سلالة من طين. يلا صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو داروين والقراي. ناس قالوا إن كنا قرود خلاص قرود مبروك عليك يا ككو. أما نحن بشر وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. نحن بني آدم نحن بني آدم واصل لأنه هسه نحن في اللحظة دي نشترك مع القرد العليا بالله يا جماعه بالله يا جماعه ده يكون مدير المناهج زول بهذا بهذه البلاده والحماقه والغباء والجهل المركب ده مش يعلم اولادنا كاستاذ. ده ما بينفع يدرس كتلميذ في الروضه والله مش كاستاذ. هو البضع المناهج للاساتذه والموجهين الكبار ومدراء المدارس القاعدين في المهنه دي الشريفه دي 35 سنة رئيس فوق قال أنا كنت قرد كتب الراحة يا أخوان. ده هو ده أنتم متأكدين ده هو ذاته؟ شغل واصل 9 في الدي إن إيه بتاعك ولا يمكن أن يكون الدي إن إيه ده هو نفسه بتاع الغرضة لولا ما نجي منه. أي صح أنت جيت منه واصل ما في خطة ثانية وفي شبه بيني وبين بعض النباتات بالدي إن إيه والدين ممكن يوريك فصائلك وقبائلك وكده كله. هسه كله تم تطور لما حول خلاف في العلم المادي. كذاب كذاب ما في خلاف يا جماعه. فينا دكاتره وبروفات وناس اعلم مننا كلنا ما في خلاف. مجرد خلاف ما في في موضوع التطور. هم كذبوها كذبوها قالوا خلاف ذاته ما في واصل والله كذاب. ايه تفاصيل في بعض المسائل وده ذات نحن نفتكر ان القران موجود اها والطور وكتاب مسطور
في رق منشور. وين القرد؟ والطور ما قرد. وكتاب والله يا جماعة أنا والله متعجب، وكتاب مسطور ما قرد، في رق منشور ما قرد. جاء قال الرق طبعا القطع الجلد يبقى ما قرد. يا جماعة ده مجنون ولا شنو؟ ده ما مدير مناهج والله، ده محله لا 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 لا، ده لو خشموا أتيان الماحي بيجننهم زيادة. ده محله ما أعرف، شوفوا محله وين. طيب كده يجيب رقم أربعة. قال إبليس، قال إبليس ذاته بيخش الجنة، ده مدير المناهج. وطبعا ده ما حاكم يا إخواننا، في ناس ما عندهم فقه يقول لك ده لا يجوز الكلام في الحكام، ده حاكم كيف؟ شوف لا حاكم لا والي لا وزير، ده موظف مدير بتاع مناهج في مركز بتاع بحث تربوي ولا شنو بتاع الديوان ده، ده ما حاكم يا اخواننا. عشان زولي ونحن سالنا العلماء ذاتهم وتاكدنا ده بيجوز الكلام فيه بل واجب الكلام فيه. وانا داير بعد المحاضره دي، انا عارف الدعاة ما بيقصروا وطلاب العلم ان شاء الله ما بيقصروا، لكن تزيدوا الجرعه، والجرعه لحقته لحد ما جونا السونه وقالوا يدافع عن نفسه. نحن ما تجيبونا في سونه برضه؟ ادونا معاكم اربع دقائق بس، أربع دقائق خلاص. فجايبينه بيتكلم ساعة وحاجة وكلام هراء، والله كلام باطل وحنسمعه بعد شوية. فجاي يتكلم وقال ويدافع عن نفسه كده شغل، قال إبليس ذاته جوا الجنة. لكن ما من إنسان بطل النار إلا هو حيخرج منها ويدخل الجنة بما في ذلك إبليس نفسه. قال إبليس ذاته من الجنة بيطلع بخش النار. قال تعالى من النار بيطلع يخش وين؟ يخش الجنة. ده كلام القرائن. ربنا قال وقال الشيطان، ده إبليس، لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. وده طبعا جوا النار كلامنا، بيخطف الجماعة ناس أبو لهب وأبو جهل وما معروف شنو جوا. المهم خلاص، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أنا ما بقدر أنقذكم وأطلعكم من النار دي، وما أنتم بمصرخي، ما بتقدر تطلعوني من هنا، نحن قاعدين جوا. إبليس قال أنا جوا، يا القرية تقول إبليس بيطلع؟ ودي دليل شنو؟ وين الدليل؟ دليل شنو في الدي ان اي زي ما بتقول؟ الدليل وين؟ ابليس قال انا قاعد جوا، وقال لنا النار ما بتقدر تبرقوني من هنا، ولا انا بقدر ابرقكم، كلنا مورطين جوا. ان الظالمين لهم عذاب اليم. والايات كثيره، وده ما بيحتاج ذاته اصلا، ما بيحتاج يا جماعه انه يعني نقعد نبين كثره ادله في الكلام دي، اشياء مسلمات عند اصغر طفل، اصغر طفل جاهل عند السودانيين من المسلمين، وده رئيس المناهج. طيب جيب مقطع خمسة بالسب في أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال بصريح العبارة إنه العمل أبو بكر الصديق في خلافته لأنه ما عمل انتخابات ولا رسل صناديق اقتراع في الولايات، قال ده دكتاتورية، قال بصريح العبارة. شغل خمسة. اختاروا سيدنا عمر، اختاروا في صدفة بني سائر في المدينة، ما يصلوا صناديق العظيم إلى غريب ما ينزل إلى كفر وبدائل، مع أن المدينة ما يسوي ولا واحد على عشر من المسلمين. لما انجمعوا اختاروا قوة ما يجي ناس هم الناس المؤمنين في المدينة، لكن الناس في اليمن بشام ما يوصلوا جوابات ما يجي منهم، لكن هي خليفة. هذا ما يظن الله، ما يظن حكم الفرد الرشيد على الوسطى، وهو في التسليم الحديث بعض التأويل، وهو في التسليم الحديث بعض التأويل، وهو في التسليم الحديث بعض التأويل، بس التأويلية ما بتخرج مثلا أن يريد نفسه بالتأويل ده بالتأويل أخلاقي عند التعاليم. تقعد بتكلم عن منو يا جماعة؟ أنا أبو بكر الصديق إني دكتاتوري. هسه دكتاتوري منو؟ هو ولا ده مش دكتاتوري؟ الصورة دي قال ما بيشيلها، والمناهج دي قال لو غيروا منها حرف، قال انا بستغيل طوالي. قال الدكتاتوري منو؟ الدكتاتوري منو؟ ده هو الدكتاتوري ده.
القرد ده هو الدكتاتوري. أما أبو بكر الصديق ده نزل فيه قرآن، ما محتاج لتزكيتنا، ولا هو متضرر من شتيمتك له يا قرد، ما متضرر منك أبدا، بل دي حسنات أريف عليه وزلة ليك أنت. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، دي زلة ليك أنت الآن، أنت بتحارب في الله وبتحارب في رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أوليائه، بل خيرة البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو وضع إيمان الأمة كله في كفة، ووضع إيمان أبي بكر رضي الله عنه في كفة لرجح بهن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، قروشه كلها كان من أغنى وأثرى أثرياء العرب، كلها أنفق في الدين وفي سبيل الله وفي النبي عليه الصلاة والسلام. ده بيجي بيقول نحن قرود، يجي يشتم بكر الصديق ويقول دكتاتوري، وانت الدكتاتوري، انت ده الدكتاتوري. طيب كذلك يستهزي، وموضوع انه ما رسل صناديق اختراع وكذا، ده باطل. الديمقراطية في الإسلام باطلة، باطلة. ليه؟ لأنه الديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب، يعني نظام حكومة ما الشعب بيختاره، ما ربنا سبحانه وتعالى، ما ربنا. أما في الإسلام ربنا قال إن الحكم إلا لله، ما للشعب، يحكم بالإسلام، يطبق فيهم التوحيد، العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، تفرض عليهم أركان الإسلام كلها الخمسة، تقام فيهم الحدود، السارق يقطع يده، شفت كيف؟ يقطع يده طوالي، والزاني إذا كان ما محصن يجلد 100 جلدة، ده الدين، إذا كان محصن يرجم حتى الموت، ده الدين. والليلة الكفار بعضهم بيجي ياخذوا بعض الحدود الإسلامية بيشيلوها، داك بتاع وين داك؟ برازيل ولا وين داك؟ بتاع وين ده؟ قال بيجي يقطع اليد، الشركة كترت، قال نطبق قطع اليد، قطع عليهم يدينهم، الشركة وقفت كلها. ده ديننا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وأنت ما بتقدر تغيره. وشوف أنا والله مبسوط جدا لحاجتين، إنه ده فضح العلمانيين الواقفين معاه وبيشجعوا القراي، أمل التعليم، يا هو ده أمل، أمل ولا عشا، هو ده، شفت كيف؟ واقفين وراه، فضحهم، كشفهم، تب إنه العلمانية هي شنو؟ هي ضد الإسلام، ضد ربنا، ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، تسيل الصحابة، تشتم الصحابة. فنحن ما محتاجين نتعب كثير والله، زمان عشان نغني عن الناس إنه العلمانية والمدنية والمصطلحات دي كلها معناتها ضد الإسلام، كنا بنتعب بالمناسبة. الآن بنعرض بس، نجيب ماذا قال القراي، ماذا قال النقد، ماذا قالت فطومة، مين ما بعرفه، الناس كلها بيشوف، والناس بيضحكوا كمان، لأنه الوضع ماشي تمام. ما تظن الوضع ده ما ماشي تمام، والله ده أحسن وضع، لأنه السلف قالوا إن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها. زود ما كان شغال تعب تعب، أول ما ظهر الباطل ده والإلحاد وغيره الناس كلها كراته، يا أخي الجوامع بتدعو عليه، النساويم بيدعو عليه، الأطفال بيسبوا فيه وبيلعنوا فيه، في صف العيش بيسبوا في القراي. أنت قال دعاء الناس ما بيستجاب؟ ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولو قعدت ما شالوك ذاته، كفاية إنك فضحت العلمانيين. لكن أنت ما فاهم، أنت السياسة هذا ما بتفهمها، السياسة ده زي ديك العدة، كسر العدة كلها، قال لا لا لو كشى لو كشى، ده هو ذاته. أي والله برضو عنده مقطع بيستهزأ بالصحابي الجليل ترجمان القرآن وحبر الأمة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في مقطع 6 بيستخف ابن عباس. لما تقرأ تفسير المفسرين للقرآن، تفسير المفسرين ده القرآن، ده مستوى إدراكهم، إدراك المفسر، والمفسر مربوط بحياة كثيرة منها ثقافة العصر وما عايش فيه. يعني الإمام عبد الله بن عباس عبر الأمة وأول المفسرين، يسموه إمام المفسرين، قال إذا الأمم انكدرت وتلفت وظهر ضوءها وسقطت في البحر،
يتأثر الطالب في مدرسة الابتدائية بأي فن يحب أن يشوف تلميذ بأي شمس ويعبر من سلسلة وشمس أكبر من الأرض والبحر كثير فما هو متبع في البحر ولا لكن هو ابن عباس كان في مماشي من ثلاثة وثلاثة وثلاثة من الصحراوي عايد في عينه يشوفه صغير جدا جدا يفتكر من 100,000 واحدة من المكيرة في البحر الرحمن ولا يبنى من أحد لذلك يفسر الآية طيب طبعا اول حاجه هو كذاب الرجل ده والله كذاب كبير اصلا ابن عباس وغيره من السلف وكل المفسرين كلهم المعتبرين عند المسلمين بيقولوا واذا النجوم انكدرت يعني لفلفت وانضم بعضها الى بعض يعني صغرت يعني وبعد ذاك تسقط في البحر وبعضهم قال تسقط على الأرض المهم في النهاية بتصغر وربنا الخلقة كبيرة كده زي ما انت قلت أكبر من الأرض وغيره 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 ما يقدر يصغرها عشان يدخل البحر هي كانت ما فيها قراي وربنا الخلقة بقاها كبيرة ما يقدر يبقيها صغيرة عشان تخش في البحر دي أول نقطة النقطة الثانية قال له أنه ابن عباس يكون راكب الناقة ولا الدابة بتاعته ويعالى النجوم قال يفتكرها صغيرة عشان كده قال التفسير ده يعني ده خلاصة كلامه وده طبعا كلام فارغ وكلام باطل كلام ابن عباس في التفسير ده له حكم الرفع اذا ما فيه خطا يوافق الدليل له حكم الرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكر ابن تيميه لانه الرسول دعا له قال اللهم علمه الكتاب يعني القران والحكمه السنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يعني تفسير شنو القران واحد السلف قال احد التابعين قال صعد ابن عباس المنبر لعله في الكوفة أو غيره قال ففسر سورة البقرة في خطبة الجمعة أو الكهف شك الراوي قال ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والأعاجم لأسلموا جميعا من حسن تفسير ابن عباس للقرآن ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس قال عرضت القرآن كله من الفاتحة لحد الناس على شيخه عبد الله بن عباس او استوقفه عند كل ايه اساله من معناها ويجاوب له من راسه كله اكثر من 6,000 ايه اديه دي ومعناه معناه 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 لحد اخر ايه في كتاب الله من الجنه والناس طيب طيب يلا موضوع المناهج ده وانا قربت اختي موضوع المناهج ده ليه القرايه خشى ولخبطه وحذف القران ودخل له صور كده عشان يرضي الناس جاطه والصور ذاتها خدتها بدون شرح وجاطه ولخبطه كلها ليه؟ لانه الجمهورين اصلا رؤيتهم للمناهج بتاعت المسلمين قالوا ما دارين في اسلام اصلا ولا قران ولا حديث دي رؤيه قديمه قال محمود محمد طه وحكاها القرايه زمان نحن جبنا لك في مقطع 7 مقترضة كتب خطاب الأستاذ محمود سنة 57 مقترضة كتب خطاب الأستاذ محمود سنة 57 لأنك منهج عشان تطور في التعليم في السودان فكتب له خطاب شوف دي رؤية الجمهورين لشنو يا جماعة؟ للتعليم سنة 1957 ميلادي. ده بيحكي الكلام ده هو ذاته عن شيخ محمود محمد طه. شوف رؤيتهم للتعليم بتاع المسلمين في السودان كيف؟ شغلها. لكن من المسائل الواضحة فيهم انه في مرحلة الابتدائي ما تعلموا الاطفال أي حاجة عن الإسلام خالص. كلام ده واضح ولا ما واضح يا جماعه؟ يبقى ده دين الجمهوريين ما دايرين اسلام، طبعا مرحله الابتدائي دي المرحله المهمه لانه من شب على شيء شاب عليه ودي وقت السقايه ذاته والزراعه تزرع في قلب طفلك الاسلام وتحفظ القران وتعلم السنه حديث النبي عليه الصلاه والسلام وحب الرسول عليه الصلاه والسلام وحب الصحابه رضي الله عنهم وامهات المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين الجمهورين قالوا ما دايرين اسلام خالص خالص ولا قران ولا حديث
يبقى جماعة الموضوع ده غير موضوعنا يا جماعة. المنهج الجمهوري منهجهم ده غير الإسلام تماما بالمناسبة، وهو ضد الإسلام تماما، عشان كده هو عمل اللخبطة دي. هنا في جريدة التيار بتاريخ الأحد 8 ديسمبر 2019 الموافق كده كده الصفحة 3 بعنوان كوباية الشاي، قال لغاء مع دكتور عمر القراي مدير المركز القومي للمناهج في ضيافة كوباية الشاي بالتيار الحلقة الأولى. وطبعا أنا بعتب على ناس الإعلام إن يجيبوا بشر زي ده، ولا ده هو ما بشر، زول زي مخلوق زي ده يجيبوا، والله أنا بعيب عليهم. ما بيجوز شرعا يا جماعة لا من برسونة لا جريدة لا فيسبوك لا أي حاجة لا تلفزيون إنه زول ده يجي، لأنه ده محارب للإسلام. القراي محارب للإسلام، ما بيجوز تجيبه عشان يكذب وعشان يفك أشياء تطلع الناس برا، تطلع الناس برا دينه. قال لا يمكن، ده القراي، لا قال لا يمكن. أول حاجة قال التأهيل الذي حصلت عليه في موضوع المناهج طبعا في أمريكا لم يتلقاه شخص في السودان. طبعا هو شايف نفسه فوق، وانتوا كلكم تحت، كان فيكم دكاترة بروفات علماء كلكم تحت فوق، ده أول نظرة شايفها خلاص. وده شغل إبليس، قال أنا خير منه، صح؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، ده شغل إبليس. عشان كده القراي قال لك إبليس ذاته ماشي الجنة، ده كله مربوط الكلام ده مع بعض. طيب قال لا يمكن أن ندرس طالبا عمره 3 سنوات وهو في الروضة إذا زلزلت الأرض زلزالها ومشى تحت، أو في فيديو قال لأنه بتخوفهم. قال يعني هو جاعل صورة من كتاب الله للأطفال إنها مخيفة لهم كهكة لهم عند القراي. وده والله يا جماعة قمة في الاستخفاف بآيات الله وكتابه ودينه. وربنا قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبعدين الصورة الناشرين الناس وجابها سي الشيخ أبو بكر جزاه الله خير، الصورة دي هم جابوها في تلفزيون السودان القناة الرئيسية الأولى في السودان، جابوا نفس الموضوع ده فيديو كمان، فيديو عديل، وجايبين هم نحو عريانة مرة واحدة، ودي ما هي طبعا، وجايبين أبونا آدم عريان مرة واحدة، وجايبين صوت قالوا ده الله بيتكلم معاهم، يا آدم ليه أكلت التفاحة والآخرين، وبيتكلم مصري كمان قالوا ده الله. أهو ده تلفزيون السودان الشعار، شوفوا عاملينه كمان مسلسل أطفال لأطفالنا نحن. يعني الشغل ده ما شغال بس القراي براو، في مجارم كتار شغالين، مجارم كبار شغالين في الشغلة دي. شغلوا ده، قال أبونا آدم اللي بيأكل في حاجة تفاحة قال، ودي الحية قال، طبعا ده جاب الإنجيل أصلا، إنجيل محرف ما كلام الله. وحس العريان اللي حتشوفها إيه قال أمنا حواء، قال الله بيتكلم معهم. أيوة ده الله قال اللي بيتكلم ده بالموسيقى، الله بيتكلم بموسيقى تصويرية دن 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 وبيتكلم. الشغل ده مخطط كبير يا جماعة. القراي ده لاعب وسط راس حربة باك يمين، لاعب في المخطط ده، ولكن مخطط كبير هو يا اخوانا، ما 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 القراي براو شغل ده شغال مخطط كبير جدا عليك الله يشغله. سامع الموسيقى التصويرية؟ أها. وفي النهاية موتك تموت وتعود.
طيب إضافة للملاحظات ذكرها الدكتور الشيخ في كتاب التاريخ، طبعا الصورة هو جابها زي ما قال الدكتور، جابها في عدة مواضع، منها صفحة 40 مش كده، جايبة صورة قال ده بتاعت مايكل أنجلو وكده. قبل الشيخ نحن قلنا أننا نشغل له الفيديو والوثيقة لكن ما فتحت، وهو لعله مشي لنقطة بعديها طوالي. يلا هنجيب ليك الكلام القراي في المؤتمر الصحفي، الشبهة الغش بها الناس، قال نحن جبنا الصورة دي ورفع الكتاب ورفع صفحة 40 دي ذاتها، وقال لكن ما كتبنا تحت إنه ده الله وده شنو ده آدم. لكن في صفحة 53 وده شر لا شيخ أبو بكر، بس أنا درج لك الوثيقة في صفحة 53، لأن الصورة دي جابة في النهضة شنو الإيطالية، النهضة الإيطالية، في صفحة 53 أشار إنك تلقى تفسير الصورة دي وين، يعني المرسوم يمين دمنه والمرسوم شمال دمنه، في صفحة 53 من الكتاب قال بالرجوع إلى الإنترنت اكتب مقالا عن النهضة في الفنون الإيطالية، وأصلا الصورة دي في الفاتيكان في إيطاليا. فقال أرجع للإنترنت، ليه ترجع للإنترنت؟ ليه في شنو في الإنترنت؟ نحن جبنا الموضع اللي قال أرجع له في الإنترنت عن موضوع الصورة دي ذاته، اللي قال أرجع له والقراي ذاته، يعني الطفل لما يفتح هنا ما يعرف إنه أبو ديجن ده شنو والعريان الثاني ده شنو، القراي قال له أرجع للإنترنت، رجعت الإنترنت بيوريك إنه ده منو ده منو، في الإنترنت قال لك ده الله وده شنو ده آدم. شو القراي غش الناس كيف واحتال على الناس كيف، قال ما كتبنا تحت، طيب انت ما قلت له ارجع النت والنت فيه عديل انه ده الله وده آدم، جيبوا المقطع بتاع الفيديو. خلق آدم بالإيطالية، ده المقطع اللي في النت، ده المقطع اللي في النت، جايبين الصورة ذاتها لاحظ وبيشرحها لك. القراي قال للطالب ارجع هناك وغش الناس، قال لهم احنا ما قلنا الله ولا قلنا الرسول، لكن هنا في الكتاب قال لهم ارجعوا النت او ده في النت. نعم. زيونة دي ادامو او خلق الانسان هي جزء من الفريسكو المصور على سقف كنيسة سيستين في الفاتيكان، تم رسمها في العام 1511 وتجسد حسب الانجيل القصة الواردة في سفر التكوين حين قام الله الأب بنفخ الحياة في آدم أول إنسان. لوحة خلق آدم تعد حسب الترتيب اللوحة الرابعة في سقف كنيسة سيستين في الفاتيكان، والتي قام ميكيلانجلو برسمها جميعا في الفترة بين أعوام 1508 و 1512، وتعتبر اللوحة الأبرز بين اللوحات التسع المتتالية على سقف الكنيسة، والتي تغطي مساحة 1100 متر مربع. اللوحة مقسمة تقريبا إلى جزئين، الجزء الأيسر، شوف القراية قال لهم رجعوا في النت، قال لك ترجع النت، قال للطفل ترجع النت، وهو عارف اي طفل بقى شايل له موبايل كبير، ارجع النت بتلقى التفسير بتاع الصوره بتاع الفنون الايطاليه. ايوه يمثل، وجا غش الناس قال انا ما كتبت الله وما كتبت ادم، وبعدين قال قطعت العوره من ادم، بالله وانت جايبه عريان كله. ايوه حيث يظهر ادم ممددا باسترخاء في حين يمثل الجزء الأيمن أسمع السماء، حيث يظهر الخالق محاطا بملائكة يمد بيده نحو يد آدم وأصابعهما تكاد تتلامس. ده القراي قال لهم ترجعوا له في صفحة 53 من الكتاب، وكذب على الناس قال أنا ما كتبت الله ولا كتبت آدم، هو قال نفسه ما بيتكشف، أصل الكذب، الكذب حبله قصير جدا يا جماعة، أدعو عليه الناس كلها المفروض تدعو عليه، ونسأل الله عز وجل ينتقم منه ويرينا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود، ونسأل الله يحشره في جهنم خالدا مخلدا فيه أبد الآباد،
وأن ينتقم منه عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. والله أنا غايته قاعد أدعو، ما بصلي صلاة إلا بدعو، وأنا مما بحضر بالمحاضرة دي كاتمة معي والله ثلاثة يوم، والله غضبان ثلاثة يوم مما بديت أحضر فيها، لأنه زول ده عدو يا أخي لله وللرسول وللإسلام، سب الصحابة، سب الله، ده سب الأنبياء، ما خلى شيء للإسلام أبدا، وبتحدى الناس كلهم بالمناسبة، ما بغير الكلام ده، وتحدي عديل. وأنا قال العلم اللي تعلمته ده ما في زول في السودان حصله، ما لا ذا أنا زول زي ده أبدا في البلد دي، يعني أبدا زي القراي ده، والله في مجار مكتار، لكن ده زول جريء جرأة عجيبة خلاص. طيب بعدين من الملاحظات في الكتاب برضو إضافة، تمجيد الصوفية، وطبعا في واحد اسمه الخنجر قال على أئمة المساجد يوحدوا الخطبة في القراي. أنا طبعا ما عندي فرق كثير بين القراي وبينك أنت، والله ما عندي فرق يا جماعة، الباطل ده باطل، لأنه في ناس محتالين برضو ولك لا، نحن لابد نضرب القراي أول ونتحد مع أولئك الصوفية عشان نضرب ده كده، يا ذول باطل ما حق ما بيتلمع. ربنا قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، ده براو ده براو، فأما الزبد فيذهب جفاء، ده الباطل، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، حق وباطل ما بيتلموا. وما في فرق، القراي جاب صورة تجسد الإله صورة كاذبة ودي الأنبياء، الخنجر بتاع الصوفية قال شيوخنا بيخلقوا، يبقى الفرق شنو؟ ده مش كفر، ده كفر ولا في فرق يا جماعة؟ الكفر كله من لوحدة، احنا ما قلنا هم كفار ولا، الكلام ده والمنهج ده ده كفر والله، وده كفر، لكن الحرب الآن بقت على القراي فيها طائفتين، طائفتين، في ناس داري تاجروا بموضوع القراي ده، لأنه ناس شالوه من السلطة، في زول كان رئيس مجمع فقه الإسلامي زمان داري يرجع تاني ويجي هاي اللي موضوع القراي، أدركوا الإسلام وإسلامه ومعتصمه، وزي بتاع الصحابة ذاك الله الله، وجاب القراي منو؟ ما جبتوا أنت ذاتك؟ منو كان بيقول أخرجوا؟ الثورة دي طلعوا منو؟ غير محمد الأمين إسماعيل وعبد الحي وآدم مين الشين ذاك اسمه كده، آدم مين الشين ومهران ماهر خطيب الثورة قال لك اخرجوا، قلنا لما الخروج حرام، قالوا لا لا انتم خوافين ومخزلين، يا اخي ده كلام الرسول يا اخواننا، قالوا لا لا ده كلام الرسول، يبقى خوف، سكتنا خليناهم، هالسلام يقول واي اسلاما ومعتصما، انتوا جبتوا القرايه يا شيخ الضلال، وجايين تنافغوا الليله وعاملين فيها بتبكوا على الاسلام، والله انتوا ما بتبكوا على الاسلام، انتوا بتبكوا على الدراهم الفقدتوها. ابن تيمية نقل قصة غريبة، في مرة جابوها له بتولول في أي زول مات بتمشي تنوح، أي زول مات بتمشي تنوح، قام قال جيبوها، قال شدوا عليها ثيابها واضربوها، قالوا يا أمير المؤمنين إنها تبكي من أجل الميت، قال لا، قال إنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به، أضربوها فإنما هي تبكي على دراهمكم ولا تبكي على ميتكم. ده مثال الجماعة ديل، انتوا طلعتوا الناس ولا ما هم؟ هم ولا ما هم؟ نحن منهجنا واضح، قلنا قبيل الخروج ما بجوز، وهسا ما بزول من هنا يطلع مظاهرة يقول يسقط يسقط، حرام حرام، لأن الرسول قال كده، بنتحدى بأي زول، إن فيهم زول عنده علم بيقدر يناقشنا، لي علم بس، لا بنفجر لا بنكسر لا بنضرب لا نبس، علم علم حجة، تعالوا ناقشونا في التوحيد في العقيدة، إنه غير الله بنزل المطر زي ما قال الخنجر، على قال شغل ليه مقطعه ده عشان بس تذكرة، عشان الناس ما موضوع القراية ده يا جماعة يلعبوا بيه، كمان برضو ديل دارين حقهم يلعبوا بيه، ونحن حريصين على الإسلام وعليكم بالقراي، انتوا ذاتكم قراي، زول بيقول غير الله بنزل المطر، وكان عاجبك عاجبك وما عاجبك مش افتح بلاغ في الشرطة، وابو لهب قال الله اللي بينزل المطر براو الربوبية، ما دام من الربوبية كان مؤمن به، تب وابو جهل وعقبة بن ابو معيط لعنه الله، مشركين الزمان الربوبية دي كانوا منجضينها في الجملة، ديل الصوفية بتاعنا الليلة قالوا لا لا لا، في آلهة تانية مع ربنا،
مش آلهة تانية، مش رسموا الله زي موضوع القراي. في ناس قالوا نحن ذاته آلهة ذاته مع الله. والله في البلد دي يا أخواننا، عشان ما تمشوا بعيد تبكوا على القراي وتخلوا الطواغيت والمجارم الكبار القاعدين في البلد دي. وين الكتاب ده؟ اسمه قلائد الذهب ونتاج الكرب، الأستاذ الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدايم. والله عجبك عجبك، ما عجبك ده حق. والباطل باطل يا أخواننا، وانتوا لو ما خليتوا الباطل ده، السودانيين لو ما خلوا الباطل والقبب وعبادة غير الله اللي قاعد يعملوها، ما بقول كل الناس، كثير من الناس في البلد دي، بلدكم دي ما بتصلح. والله ما صلت عليكم القراي بظلمه وكذبه وإجرامه وسامنا سوء العذاب إلا لأنه نحن وانا ذاته معاكم، نحن ذاتنا عندنا ظلم. ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. وربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم. القراي ده ربنا قادر يغير ولا ما قادر؟ وأي ظالم في الدنيا دي الله قادر يقلع ولا ما قادر؟ قادر. لكن ليه بيسلط عليك الظالم المجرم عشان يسومك سوء العذاب؟ لا، لأنه نحن ظالمين، نحن ظالمين. الزول بدل في الشدائد بدل ما ينادي الله بنادي دفع الله. المرأة لو ما ولدت لما يستغيث بالله لوديها للشيخ الياغوت ولا الكباشي ولا الجيلي ولا كدباس ولا البرعي ولا صابونابي. ده السبب بتاع الذل بتاعكم في البلد يا اخواننا. اذا نحن والله انا متاكد اذا انتوا وحدتوا الله تمام، الله بيشيل الوسخ ده كله، كله بيشال. قراي، شيوعيين، غيره، كلهم بيشالوا. لكن احنا عملنا كعبه يا جماعه، والله عملنا كعبه. الله يديك عربيه ب 4 مليار، امشي للفقير يقول لي اكتب لي حجاب عشان الحجاب يحفظها. يا اخي الله لا اداك ليه ما بيحفظها، والفقير ده المقطع ده يحفظ لك والله ربطت الفقير ذاته تحت الدركسون ما يحفظها. شوف ده قال شنو الكتاب ده 83. انت عارف الطريقه دي بيتبعوها ملايين ملايين البشر في البلد دي عشان ما تزعل. القراي سوى وجاب صورة الله وقال ده الله بالكذب وجاب صورة آدم. في ناس أكعب من القراي، لأنه أي زول في البلد دي عرف القراي ده كعب ويسبوا فيه ويلعنوا فيه. لكن ديل الأولياء الصالحين. والله القراي ده لو فات حالكم ما يصلح، والله حالكم ما يصلح. في صفحة 83 ده بيدعي الألوهية عديل، بتسمعوا كلكم، ده بيدعي الألوهية عديل إن شاء الله. قال ومن كلامه رضي الله عنه، ده بتاع السمانية، ومن كلامه رضي الله عنه أنا موسى عليه السلام في مناجاته، أنا علي رضي الله عنه في حملاته، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منه من شئت، أنا في السماء، ده السمانية، أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته. فرقه من القراي شنو؟ قال من كلامه أنا موسى عليه السلام في مناجاته. وهو واحد يطلع يقول والله بس نبذوا الناس، ما نبذنا زول، ده كلامه وده الكتاب. وإن معترض كذبنا عليه في حرف، جيبوه جيبوه بنناقشه قدامكم زي ما ناقشنا أحمد داوود التجاني في قناة S24 وحامد بابكر وحميدة وغيره. والله أصله ما بنضارة من المعارك أبدا، يبو طوالي دال الخرب والبلد دي. والقراي ده ما هو إلا صوفي. وأنا ربطت لك الكلام حيجيك بعد شوية بكتاب التاريخ. الكتاب التاريخ ده عبارة عن كتاب بتاع تصوف من الغلاف للغلاف. حقرأ لك أكثر من 4 5 6 مواضع بعد شوية. قال ومن كلامه سمانية أنا موسى في مناجاته، أنا علي رضي الله عنه في حملاته، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منه ما شئت، أنا في السماء، أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها ومن زارني أسكنته جنة الفردوس. ده مدعي الألوهية ولا ما مدعي؟ القراي رسمه وده قال أنا ذاته الله. البرهانية
أطفوا النور وضموا الصدور وذنبك مغفور. ده كتابه ديوان شراب الوصل محمد عثمان عبد البرهاني بيته هنا جمس وجلساتك في خرطوم ثلاثة. قال شنو؟ قال أجود هو ما الله أجود على أم لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. الله يدعي كده يعني يدعي الألوهية يا إخواننا. ما لك الرأي الرسم الله براو عندكم شفوت قاعدين هنا وإنتم بتعتقدوا إنه دير صالحين عديل وكثير مننا بيعتقد لو فتحت خشمك فيهم بسوء ولقى الصاقع بتقع ولا ما كده. وفي الدكاكين وفي البقالات ومحلات الذهب والحفلات والعربات صور معلقة عشان تحفظ العربية والبقالات. والله قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال رحمة من في الكون من بعض رحمتي. والله قال ورحمتي الله الله ماذا ماذا ورحمتي وسعت كل شيء. ده قال رحمتي أنا ما حقت الله. ده الدعاء للألوهية ولا نحن بنلعب يا جماعة؟ عشان ما تلعبوا ساي ما تلعبوا وداري تاجروا بموضوع القراي الله الله ورسم الله قاعد يبكي. انت في التلفزيون بتجي مع الصوفية اللي بيقولوا نحن آلهة مع الله بتحضر المديح بتاعه وتتطوطح. جيبوا كده عليك الله معلش انا ما اقدر اطول لكن والله المغزى حارة والبلد دي ما بتصلح الا والشغل ده يا اخوان. جيبوا هنا شغلوا قاعد مع الصوفية جيبوا داك محمد اللمين بتاع الله جيبوا قاعد مع الصوفية اللي بيقولوا نحن آلهة مع الله والكلام ده قالوا زمن الغدغدة شنو؟ انتهى ونحن منتهي عندنا من بدري ما انتهى يا دوب من بدري دعوتنا دي واضحة شغلوا جيب يا عم النور مضحاها لم يبغى من شجر فيها يا من له الكوثر الفياض مكرمة حجر البرية أقصاها وأدناها ما نال فضلك ذو فضل سواك ولا سما فخارك ذو فخر وضاها. أيوة تزات لم يبغى من شجر فيها يا من له الكوثر الفياض ده ما هو ذاته؟ ده ما هو بتاع رسم صورة الله؟ بقى يبكي اهو ده قاعد مع الجماعة اللي بيقولوا آلهة مع الله مع الصوفية شغلوا انتوا بتلعبوا علينا ولا شنو؟ يا ناس في ناس بتاجروا بقضية القراي ده صنف والله اما نحن يشهد الله من فوق سبع سماوات والله ما دارين الا الله اقسم بالله لو ادونا الرئاسه بتاعت الجمهوريه هنا دي نديها شلوت تطير كلها ما دارين اي حاجه الناس توحد الله اما البلع والدين ديل البلع والاسلام ديل ويجي بورا يعمل فيها بيبكي القراي رسم الله ومنو جاب القراي؟ مسؤول منو قال اخرج ثوره؟ مسؤول منو قال الخروج على الحاكم بجوز؟ ما انت وعبد الحي الشرد مشى تركيا؟ ما انتوا اللي قلتوا الكلام ده؟ ما انتوا جبتوا الخلق تحت القرود تحت ناس القراي وفاطمه وشيوعيين وبعصين وملقطين ما جبتوا انت يا شيوخ الضلال؟ انتوا بتلعبوا علينا ولا شنو؟ طيب بعد ذاك خنجر موجود قال غير الله بيخلق عديل قال شفت كيف؟ وقال غير الله بنزل المطر ها؟ بيحيي بيميت جيبوا في التحريم وفي التغيير يوم يشيل زي ما هي ويقوم يزيد وينقص فيها وانا ما عندي اشكال حتى في خيال الموتى ولك صلح الخجل قالوا الاولياء بيد المطر اذا بيد المطر خليهم الاولياء بيحيوا وبيميتوا سبحان الله وربنا قال فقلنا اضربوه ربنا وقف ربنا قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الاولياء والله الله يحيي منو البحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ده دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية ده دكتور يعني ما القراي البراوي اللي بيضلل يا جماعة في المناهج ده دكتور أستاذ التفسير في كلية الطب
جامعة أم درمان الإسلامية، ما لقى الرأي براو عشان ما تجربة القضايا ديل كلهم مجارمة، ونحن جاهزين ننزل معهم أي ميدان، رجالة ما رجل مننا. شفت كيف؟ علم إن شاء الله ما بيقدروا علينا، واضحين وده قاعدين؟ قاعدين؟ ما شفت ثروة الملحد ذاك؟ ناس الحرية والتغيير جايبينه من كندا، عشان ناظرنا قال في إنه الله ما في، قعدنا انتظرنا قلنا لهم موافقين، أول ما وصلوا ما عارف الحاصل، وصل هنا الجماعة العقلاء عندهم إذا جازت التسمية قالوا له والله الشغل ده إن خشيت هنا تاني أمة دي كلها بتضحك فيه. قام ضرب لي قال لي اسمع بعد ما اتفقنا تكون في ميدان زي ده، قال لي نكون انا وانت في غرفه مقفولين برانا. قلت له نظره شرعيه؟ قال نكون برانا قال ونتناظر. يا زول وين المناظره دي؟ ربنا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى، عشان فضيحتك تكون فضيحه بجلاجل يا ملحد، تكون بجلاجل. هرب ادوا طياره تاني رجع. نحن قاعدين موجودين والبلد دي ما بنخليها ابدا ابدا، والله نحط معاكم قرط في البلد دي يا شيوعيين ويا جمهوريين ويا علمانيين ويا ملاحده، والله ونحن مبسوطين خالص، لانه كل ما تجيبوا ضلال بنعمل محاضره. القرين جابوا في سونا ترى هو بيحضروا له الشفت اللي قدامه ديل، لكن الحمد لله في البيت اخواننا ده اللي بيعملوا لايف بيحضروا ملايين البشر مع المشاركات وكده، ملايين البشر والله العظيم، وده فضل من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى. كنا ساكنهم يدونا قناة فضائية أبو، الحمد لله ربنا فتح لنا النت والهواء، رصيد بعشرة جنيه بإذن الله نجم القراي والشيوعيين والجمهوريين عشرة جنيه بس، دي نعمة ولا ما نعمة يا أخواننا؟ نعمة. إن قفلت الجامع تكون مصنقع في البيت. قال القراي، وده طبعا يا جماعة شرك الكلام ده، قال تعالى وتشرب الشاي تفوت ما بي حاجة، والله في الصين بيحضروا الكلام ده فضل الله عز وجل. الكتاب ده كتاب بتاع صوفية تب بتاع التاريخ، الصفحة 11 طبعا، في صفحة 6 و7 جايب الكنداكة، قال دي الكنداكة جدتي، قال الكنداكة ونو ما عارف ده الرب يشوفه على الوسخ ده. احنا ما عندنا كنداكة بالإسلام، عندنا مرة بتقعد في البيت محترمة محجبة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كنداكة دي عند الشيوعيين والجمهوريين ما عندنا كلام زي ده، لأن النسوان مؤدبات محجبات عندهم حياء عندهم إيمان. نحسب النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أما مرة زي القندران إذا فتحت خشومة يطلع غبار، دي ما عندنا إحنا، يعني عندنا نسوان عفيفات طيبات قعدات في البيوت. عرفت كلامي؟ طيب بعد ذلك صفحة 11 قال بمجد في الصوفية، قال ولقد دخل الإسلام السودان بواسطة التجار عن طريق البحر الأحمر وبواسطة الصوفية الذين فروا بدين من بس الحكام الأمويين. كذب الشيخ، بيّن ليك إنه الإسلام دخلوا الصحابة عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنهم. صفحة 13 بمجد في الصوفية في نفس الكتاب، صفحة 13 قال اهتم سلاطين الفونج بالعلم والعلماء، درامية طبعا، بالعلم والعلماء منهم ديل، وكانوا يحترمون الصوفية ويقدرون طوائفهم وطرقهم. ديل العلم والعلماء، ديل ناس العلم والعلماء. ده كتاب المرغنية اسمه النور البراق، صفحة 125. نشوف ده علم ولا ديل علماء ولا عندهم فرق من القراي؟ أنا بقول ديل أخطر من القراي، لأنه القراي كل العالم ذكره، لكن ديل في نظر الناس أولياء وصالحين، وكلامهم ده أخبث من القرايب بالمناسبة، وفي نظر الناس أولياء، فديل أضر على الإسلام والمسلمين من القرايب ومن الشيوعيين كلهم. ده يدعى الألوهية ذاته، مش ربنا قال الرحمن على العرش استوى؟ المرغني قال شنو؟ ده الكتاب، تاني نجيب شنو يا إخواننا؟ كتابك بنجيبه تاني، في شنو؟ أقوى من الدليل ده تاني، من الحجج الواقعية شنو تاني؟ قال أنا الجليس على العرش المرغني، أنا ما الله ما الله، طبعا جليس دي من راسه، أنا الجليس على العرش بتاع الله، أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. والله ده كفر ما في أكبر منه، الله قال الرحمن على العرش استوى، ما المرغني، أما حط بالغيب تفصيلا وإجمالي، الله سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة
إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وده البرعي ده لما معه الكيزان وجابوه افتتح كبري الفتحاب ومشى فيه بكرعينه قال لي يبارك في الكبري، كله حوادث، بارك في الكبري، طلع بهنا مشى بغادي وجا راجع يخلوا الشعب السوداني عقيدته في والله لو الناس تعلم والله ده الأخطر من ألف مليون قراي دي الجماعة دي. طيب الصفحة 106 كله باطل لكن واحدة بس 126 لأنه ما درس أهر بيكم سهرته كثير. قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا. ده ما بيتكلم عن الله، عن الرجال بيعلموا الغيب وربنا قال ما بيزول بيعلموا الغيب. فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم مصيبة وأنتم حمايتي. ما بتلحقني مصيبة وإنتم بتحموني، ما الله إنتم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم. معقولة؟ فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم. إنتوا ديل شاء الإله، إنتوا قبل الله وإنتوا أقوى من الله وإنتوا أهم من الله وإنتوا أول والله تاني عند البرعي الولي الكبير. إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. أها القراي رأيكم ده كيف؟ الناس زعلانين من القراي ده كيف؟ يا جماعة أنا ما عندنا أنصاف حلول، الدين ده ما فيه أنصاف حلول. الله قال ودوا لو تدهن فيدهنون. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. نبي ما بجامله، رسول رسله ما بجامله، ده كله باطل يا إخواننا. ودير كلهم بيدعوا الألوهية زي ما القراي رسم الإله وجاب صورته، دير كلهم بيسيئوا للذات الإلهية. والكلام ده أنا بتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام الناس، ثم أمام الناس الآن. أي صوفي أي جبهجي واقف مع الجماعة ديل، أي أخ مسلم بليك بالراحة والحكمة. ناس بيسبوا الله يا أخي، لو أكلوا قروشك أنت ساي بتاع شريكتك يا كوز، ولا حكوك في كرشك الربيتة دي ساي أنت، والله تقوم الدنيا ما تقعدها. نحن ذول أساء لله وأشرك بالله وادعى الألوهية والربوبية مع الله، والله ما خليه عشان ما تلعبوا، عشان ما تلعبوا. وده تضيع البلد دي، البلد دي فيها نيلين جو من الجنة. الرسول قال النيلين ديل صلى الله عليه وسلم جو من الجنة، ديل النيل حقنا ده اقصد جو من الجنة، وانتوا عطشانين زراعة ما في نجعني ليه؟ لا الكلام ده إذا كان ناس انتوا بتقولوا أولياء وهم أكبر طواغيط على وجه الأرض. الشرك اللي بيأصلوا له أبو لهب لو لاقاه يمكن يقول أعوذ بالله منه وهو مشرك. يا ناس ده المصايب. عشان كده أخطر نقطة القراية قاعد يأصل لشنو يا جماعة؟ للتصوف. صفحة كم؟ الصفحة قلنا 13 بعد 11 مشينا 13. قال اهتم سلاطين الفن بالعلم والعلماء وكانوا يحترمون الصوفية ويغدرون طوائفهم وطرقهم. لو كانوا فعلا كده ما نافعين ناس الفونج، لو كانوا كده الدولة القديمة مش الناس اللي الساعه القبيلة اللي السلاء. صفحة 14 قال شنو؟ قال برضو مجد في الصوفية. قال وكان السلاطين قال واليمن والعراق ومصر والمغرب ليعلموا الناس أمور دينهم. دي الناس الدولة القديمة دي. قال وكان السلاطين يشجعونهم على الاستقرار في السودان بمنحهم الأراضي والعطايا. ومن أشهر زعماء الصوفية الذين أتوا إلى السودان في تلك الفترة غلام الله بن عايد الركابي من اليمن ومحمود العركي وتحسون من المغرب وإبراهيم جابر البولاد من مصر. نتيجة لمجيء هؤلاء المشايخ وغيرهم انتشرت الخلاوي والطرق الصوفية في كل أنحاء السودان، كما برز في تلك الفترة مشايخ من المتصوفة السودانيين كانوا حكام الفونج، كان حكام الفونج يحترمونهم ويقبلون تشفعهم ونصحهم، أمثال الشيخ ديسود الأرباب والشيخ خوجل أبو الجاز والشيخ مين ود عبد الصادق والشيخ بنقى الضرير. وكان بالإضافة إلى تدريس القرآن والتربية على أدب التصوف لهم إسهامات في إصلاح المجتمع وإلى آخره. كذلك الصفحة 28 والصفحة 20 برضو تمجيد برضو للتصوف، كتاب كله كده. الصفحة 20 ودي خطورة القراي، لأن الصورة هي أي مسلم كرهها، أي مسلم
لكن لما نقول لك الصوفية كويسين والزمان يهتموا بهم والسيد يهتموا بهم برضو والناس الأخلاقهم فاطلة، معناته بيشير إنه الناس يمشي يقولوا أجود على أمي اللي ترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعد رحمتي، ويمشوا للبرع ويشركوا بالله ويسجدوا للمشايخ ويركعوا للمشايخ ويودي مرته للشيخ ويضبح للقبة وللضريح ويتبرك بتراب القبر، واللي بيعمل كده مرق من الإسلام، واللي بيصور الله زي صورة القرآن مرق من الإسلام، الاثنين مالو مرقوا برضو. لكن ده عدو باين، القراي عدو شنو؟ باين، لكن ده صديق خاين، ده أخطر. طيب مشى قدام في صفحة 20 قال مملكة تقلي اهتم ملوك تقلي بالدعوة إلى الإسلام ووفد إلى بلادهم عدد من رجال الطرق الصوفية. قال كان حكم التقلويين يقوم على الفهم الصوفي للإسلام. صفحة كم؟ 20. الصفحة 28 من نفس الكتاب. شو زول ده مجرم لياتو درجة. عوامل ووسائل انتشار الإسلام في أفريقيا، ذكر أربع عوامل أذكر لك اثنين. قال ويرجع ذلك الانتشار الواسع للإسلام في أفريقيا إلى عدد من العوامل، منها استخدم المسلمون المتأثرون بأسلوب التصوف أسلوب الإقناع في نشر الإسلام ولم يفرضوه بالقوة. يعني الصوفية مالهم أسلوبهم أسلوب مغنع، أما الناس التانين ديك أسلوبهم شنو؟ بالقوة، لكن الصوفية أسلوبهم أسلوب مغنع. أربعة، بساطة الإسلام من العوامل الساعدة على انتشار الإسلام، بساطة الإسلام على نهج التصوف وسهولة اعتناقه وأداء عباداته وشعائره وما فيها من طبول وحركات قريبة من تراث الأفارغة في الطرب والرقص. الشكل خمسة مجموعة قال من الأفارغة، جيبوا في حلقة دي الأفارغة، ودي أصلا حمد النيل كان يكتب حمد النيل، كله باطل كله باطل، ده باطل محلي وده باطل أفريقي، كله باطل أخواننا، ده شرك. القوة دي معالم الشرك في البلد دي. يا أخي ربنا يكفيكم عشان تعرفوا خطورة الشرك اللي بنشروه الصوفية وخطورة التصوف اللي بيأصل له والقراي، تكفيكم آية واحدة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وده دمر البلد دي يا أخواننا. تاني ما هفتح الصفحات اختصارا، الصفحة 29 والصفحة 34 والصفحة 33 وغيرها من الصفحات. فزول ده بيأصل، زول ده ذكي ذكاء عجيب جدا وخبيث وخباسة فايت الحد. تمسكوا منين الجماعة جايطين سورة آدم عشان بكرة ممكن يمسحها بالمناسبة. الناس يقولوا أوه القراي تاب، تاب وين؟ ده بيقول امشوا لناس هنا بيأصلوا للشرك، وده اخطر من ذاك، لأن الصوره دي كلنا عارفينها باطل، لكن معظمنا ما عارفين التصوف باطل في البلد دي في السودان. معظم السودانيين ما عارفين التصوف باطل ويؤصل لمنهج اخطر واضر على المسلمين من منهج القراي. الكلام كثير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.